في مجال محاربة الجريمة، تمكنت المصالح الأمنية بالدار البيضاء من توقيف المشتبه بهما في اقتراف جريمة القتل البشعة بدافع السرقة التي هزت الحي المحمدي بالدار البيضاء والتي راح ضحيتها مسنان. بعد البحث اليوم تمت إعادة تمثيل الجريمة كما سنتابع في ربورتاج حسن الحمدي ونبيل البردعي. حي المدرسة صباح اليوم، هنا وقعت الجريمة صباح يوم الجمعة الماضي، والجاني شاب يبلغ من العمر 34 سنة، اقترف جرما في حق عجوز وزوجته، وهذه بنت الضحية تعيش اليوم وضعا نفسيا بعد فقدان الأبوين. ملي تنعس وقيلا غنولي نمشي على الطبيب النفساني، ما نكذبش عليك، تيجيب لي الله بناتي، عندي جوج البنات وحق من بعث محمد اللي كندير لهم واه في الليل، كيجيب لي الله راه غنغمض عيني غيجي قتلنا كاملين ولا ما عرفتش كيجيب لي الله. شفتو البارح في الكوميسارية ما عقلتش على راسي، ما اش نقول لك، ما ربي العالم بيا. قام الجني في البداية بخنق وذبح الضحية، بعد التخلص منها قام بتعنيف الزوجة لتلقى نفس المصير. والدافع الرئيسي وراء الجريمة هو محاولة السرقة بدعوى أن الضحية كان يملك هذا الدكان بالحي المحمدي. هما فين كيحلوا الصباح المحل ديالهم ما حلوش، داك الجمعة نهار الجمعة ما حلوش نهائيا، هي داك الناس بقاو كيسولوا مع المرأة، حيت حنا كنتقداو من عنده الدرب كامل كيتقدا من هنا. فرقة الشرطة القضائية تلقت مكالمة هاتفية تفيد بأن الجاني قام بقتل زوج عجوز. تناقلت الشرطة إلى عين المكان لتعثر على الجثة. بعد تعميق البحث تبين أن الشخص الذي أبلغ الشرطة هاتفيا بالواقعة كان يخطط مع الجاني لقتل الضحية ومن ثم سرقة الأموال المتحصل عليها من التجارة. الأمور سارت في الاتجاه المعاكس. خصوص الجاني هو مدوى بالسوابق العدلية في ميدان السرقة، ميدان ضرب والجرح، ميدان التجار في المخدرات، عدواني، الا انه لم يكن شخص مبحوث عنه لانه حديث على حد من خروج من مؤسسه سجنيه. في الحي المحمدي وخلال هذه السنه وقعت 5 جرائم قتل من اجل السرقه، تم ايقاف المعتدي، لكن الجرائم تتناسل في هذا الحي لعده اسباب. احنا بحكم البيئه هنا كاين الاجرام، علاش؟ حيت كاين المخدرات والبطاله، والسيول كيأدي للسجن، والسيده اللي دارت الحاله نفسه شريره، هو الاعمال ديالو عنده صوابيه كتحكم عليه الشهاده. لا يمكن باي حال من الاحوال ان اصف لكم الحاله الهستيريه التي يعيشها الحي المحمدي بعد مقتل هذا الزوج. الكل يطالب بتكثيف الامن وتدخل المجتمع المدني من اجل التحسيس والتوعيه لتفادي مثل هذه الجرائم.